أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب مادة اللغة العربية المستوى المتقدم في الجي سي اي. أعرفكم بنفسي، مي بنات، معلمتكم لهذا العام في نطاق هذه المادة. بداية أعزائي، دعونا نتعرف إلى مصادر هذه المادة. سنعتمد على كتابين، كتاب يدعى كتاب الأصيل والكتاب الآخر يدعى كتاب الرواد. وسوف نرتكز أعزائي في غير مادة الكتابين على مجموعة من الروايات المختارة ضمن متطلبات هذه المادة، وعلى مجموعة من الأفلام المختارة أيضا ضمن التراجيديا أو الكوميديا، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه المادة. وبطبيعة الحال سنرتكز على التدريب المستمر في الأوراق السابقة للاختبارات من السنوات السابقة. بداية نتوقف عند كتاب الأصيل. هذا الكتاب الذي يدرس طبيعة اختبار الورقة الأولى. في هذا الفرع تحديداً الطالب سوف يدرس العديد من النصوص المعتمدة على فهم النص، وعليه التركيز أثناء قراءة النص جيداً للوقوف على العناصر الرئيسة واستيعاب المفردات الواردة فيه جيداً. ويتكون هذا الاختبار من 4 نصوص، وعدد الدرجات المصاحبة لها 30 درجة. القسم الأول في مكونات فهم النصوص. أولاً، النص الأول يتكون من جدول يعتمد على 5 جمل، كل جملة أمامها 6 مربعات، وعلى الطالب أن يضع المتممة للجملة في خارج الجدول، من خارج الجدول من خلال جمل مصاحبة عددها 6 جمل، من خلال وضع علامة معينة على المربع المقصود لتحديد الإجابة الصحيحة، ومجموع درجاتها 5 درجات. وثانياً سننتقل إلى النص الثاني، وهو عبارة عن نص قصير، والمطلوب من الطالب قراءة هذا النص جيداً واستيعاب الأفكار الرئيسة التي وردت في مضمونه. ويصاحب الجدول 5 أسئلة في 5 جداول، والمطلوب تكملة الجمل بما يتناسب مع ما جاء في النص، وذلك من خلال وضع إشارة معينة في المربع المقصود لذلك، ومجموع الدرجات المخصصة لها 5 درجات. ثالثاً، مع النص الثالث، وهو عبارة عن نص به مجموعة من الكلمات الناقصة، على الطالب أن يكمل وضع هذه الكلمات من خلال جدول مصاحب يحتوي على هذه الكلمات كي يكتمل المعنى تماماً، ويصبح النص بعد وضع هذه الكلمات مكتملاً مع وضوحه بشكل تام. أما رابعاً أعزائي، فعلى الطالب في هذا النموذج للنص الرابع أن يقرأه قراءة تحليلية متمعنة وبتركيز تام. يمكن للطالب الاستعانة بهذه الخطوات لإجادة الفهم والاستيعاب. بداية مع مرحلة قراءة النص تحتاج أيها الطالب إلى التركيز الشديد، ولكي تتقن هذه المرحلة عليك بما يأتي: أولاً، التعامل مع كل فقرة على حدة بانفصالها عن الفقرات السابقة، ووضع عنوان للفقرة، ثم وضع أسئلة على كل فقرة وترقيم الأجوبة، والبحث عن مرادفات للكلمات أثناء القراءة، ثم استخدام القلم الرصاص للإشارة إلى كل كلمة تقرأ. بعد الانتهاء من قراءة الفقرة عليك أن تسأل نفسك ما الذي استفدته منها، وهكذا مع جميع الفقرات. وبهذه الطريقة تزيد من التركيز والفهم والاستيعاب إلى حد كبير، وتوفر عليك الكثير من الوقت. أما ثانياً، في القسم الثاني يشمل هذا سؤال القواعد، ويتكون هذا السؤال من 3 أجزاء، ومجموع درجات القواعد تامة 20 درجة، والمطلوب من الطالب تحديداً في هذا السؤال الآتي: في السؤال الأول يحتوي هذا السؤال على مجموعة من الجمل، وأمام كل جملة مجموعة من الكلمات بين قوسين، يختار منها الطالب الإجابة الصحيحة مع تغيير ما يلزم على ألا يتغير معنى الجملة، والدرجة المخصصة لهذا الجزء 10 درجات. أما عن
السؤال الثاني أعزائي، فالمطلوب هنا في هذا السؤال تحديداً وضع علامات التشكيل أي الحركات على جميع حروف الكلمات التي تحتها خط، ومجموع الكلمات التي سيقوم الطالب بتشكيلها 10 كلمات، والدرجة المخصصة لهذا السؤال 5 درجات. وثالث سؤال هو الأخير في قسم القواعد، يشمل على نص حذفت منه بعض الكلمات وعددها 5 كلمات. المطلوب من الطالب تحديداً قراءة النص جيداً ووضع إشارة معينة أمام الإجابة الصحيحة، والدرجة المخصصة لهذا السؤال 5 درجات لكل سؤال بدرجة. ونحن أعزائي في ظل دراستنا لمجموعة من القواعد سنذكر بها من القواعد التي درستها في صفوف سابقة، ثم سنركز على طبيعة الأسئلة المطلوبة للقواعد حتى نتأهل لها. أما أعزائي في مجال القسم الأخير من هذه الورقة، هو عبارة عن موضوع واحد يكتب فيه الطالب ما بين 240 كلمة إلى 280 كلمة من فنون الكتابة المختلفة، ويأتي غالباً على شكل نقاش أو مقال، وجميع فروع الإنشاء المقررة مشروحة تفصيلياً في كتابنا الممنهج. ثم قد تكون هذه الموضوعات مختلفة في قضايا الشباب، في العلاقات الأسرية والأصدقاء، قد تكون في الموسيقى والأزياء، في التكنولوجيا والاقتصاد، في الرياضة، في الصحة، في الغذاء، في الحياة، في المدن والريف، البيئة والسفر، تغير المناخ مثلاً وتأثيره. هي في النهاية كلها تدور حول موضوعات معاصرة، لأن سمة هذه المادة هي المعاصرة. أما أعزائي عن الكتاب الثاني الذي يدرس الورقة الثانية التي تتضمنها هذه المادة، فهذا الكتاب بعنوان كتاب الأصيل. هذا الكتاب أعزائي يتناول في المستوى المتقدم مجموعة من الوحدات تشمل شرحاً تفصيلياً لفروع الإنشاء أو التعبير والكتابة، وموضوع الاختبار الكتابي مع أمثلة متعددة عليه، وتطبيقات مصاحبة للدروس للتمرس الكتابي على كافة فنون الإنشاء والتعبير الكتابي المطبقة في المستوى المتقدم لطبيعة الاختبارات التي نقدمها في إدكسل، بالإضافة لشرح تفصيلي لمقرر الإملاء والقواعد والنحو والصرف التي ستعتمد عليك أنت طالب لمراجعتها ذاتيا. وسنمر نحن على أهم وأبرز النقاط التي نعتقد بأنها مشتركة بين الطلاب في مساق هذه المادة. بينما أعزائي في هذا الكتاب وبالتالي في هذه الورقة الثانية، سوف تكون أهداف عملنا بأن نركز على النصوص الملائمة للمحاور الاختبارية والتطبيق الجيد عليها، وجعل الطلاب والمعلمين أيضاً على بينة واضحة من المنهاج المقرر وخطوات الشرح والتطبيق المباشر عليها، وتدريبك أنت كطالب على المطالعة وحسن استثمارها جيدا في الكتابة الإنشائية وتطوير مهاراتك الكتابية، وتحقيق توظيف المفردات والمكتسبات اللغوية والإبداعية، وتحسين الفهم العام لديك في النصوص المقروءة وحسن تحليلها والإجابة عن الأسئلة المصاحبة لها، والفهم العام لمتطلبات هذا الاختبار الخاص بالمستوى المتقدم، والتدريب الجيد على الاختبارات النهائية، وحسن تقسيم وتنظيم الوقت، والتزود بالثقافة المعرفية التي تجعلك قادراً على الكتابة أسلوبياً وإبداعياً، واكتساب ثقافة واعية تساهم في تنمية مدارك العقل، وتوفير مصدر ثابت تعتمد عليه في تحقيق درجاتك المطلوبة. ولا ننسى عزيزي الطالب بأن هذا الاختبار اللي في الورقة الثانية يرتكز على الكتابة، إما إن كانت كتابة تحليلية أو كتابة إبداعية، ولكن نحن نختار أن نوجهك أكثر إلى الكتابة التحليلية ضمن تحليل الروايات وتحليل الأفلام التي سوف ندرسها، وسنتدرب على طبيعة هذا الاختبار إضافة إلى المحاور الأخرى التي يغطيها هذا المناهج في موضوعات مختلفة. سوف نتطرق إلى هذه الموضوعات كي نثري فهمك ومعرفتك فيها، ثم سوف نتدرب على أشكال الكتابة فيها التي غالباً ما تأتي بشكل المقالات المكتوبة، حتى نوسع الخيارات أمامك أثناء تقديمك لاختبارك.
أعزائي الطلاب، طلاب مادة اللغة العربية في المستوى المتقدم GCE، أرجو لكم التوفيق في مساق هذه المادة وفي سائر أمور حياتكم، شاكرة لحسن استماعكم.